يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض طبق كتير سهل وخفيف، هو اليخنة بالبرغل او الملفوف او اللهانة مثل ما بيسموها. عندي هون تقريبا نص راس لهانة، تقريبا بيطلع كيلو. انا جايب تكبيرة قسمت، اخذت نصه، عملت من يومين الرز باللهانة، وهلأ رح نعمله بالبرغل. عندي هون بصل اخضر، فيكم طبعا تستخدموا بصل عادي. عندي زيت الزيتون، شايفين قد كمية البرغل؟ هذا مو مثل اللي عملناه بالرز نحنا، هذا البرغل بيكون يعني قليل فيه، يعني مو هو رز ومعه الملفوف، هو الملفوف ومعه شوية برغل. عندي هون كمان فليفلة، تقريبا نص حبة أنا مقطعتها صغيرة، وحبة بندورة واحدة، وملح وفلفل، بس هي كل المكونات. هلا أول شيء قبل ما أنا أروح أدبل هدول الشغلات بدي أحط بس هذا البرغل، لانه انا هذا كمان بسموه مكمور هاي الاكله، لانه بنحط كل المكونات مع بعضها. فانا هذا البرغل، ثواني بس رح اقول لكم شو هذا البرغل. طبعا هو البرغل خشن انا اللي جايبته، رح حطه وحط عليه مي غمره يعني، بس لحتى هالشكل بخليه لحتى يتشتش البرغل، لانه نحن رح نطبخه هذا يعني ما بده وقت كتير يستوي، فالبرغل لازم يكون شوي مستوي لحتى او متشتش لحتى نقدر نحطه مع بعضه. طنجرة على النار رح احط شوي من الزيت، تقريبا قدر فنجان القهوة. بحط البصلة، هاي البصلة كتروها شوي يعني، اذا انتو بدكن، لانه هون ما حنحطه مثل ما عملنا بتبع الرز، فانا مكترتهم شوي البصلات هون. اذا بدكم تحطوا بصل عادي خلوا له يدبل، هذا ما بده كتير يعني، بقلبه هيك شوي صغيره وبضيف عليه باقي المكونات. هلا بحط الفليفله، والبندوره، نحطهم كلهم مع بعضهم هدول ونطبقهم تطبيق فوق بعض، نقلبهم شوي صغيره. هي كمان الاكله ممكن نحط عليها لحم اذا بتكون لحمه ناعمه مفرومه، او بتخلوها مثل ما هي يعني، لانه هي مثل ما حكينا بتبعيه الرز كمان انه هي اكله بتعتبر صياميه او نباتيه، يعني اللي ما بده يحط لحمه ما يحط. راح احط الفلفل كمان الاسود، وبضيف البرغل. هذا البرغل طبعا نحن انا بعد ما نقعته، بس نقعته، شايفين ليش نحن راح نحطه هلا، لان ليش نقعنا؟ لانه راح نحطه هلا كله مع بعضه، هو راح يستوي من المي اللي راح تطلع من البندوره ومن الخضار الثاني. هلا اخر شيء بحط كمان الملفوف او اللهنه او اليخنه، وبتركهم هذول على مهلهم على نار هاديه. هلا بحركهم شوي تحريكه بسيطه وبتركهم على مهلهم لحتى يصير. هلا بس شوي بدي احرك هدول وكفي الباقي، لانه البرغل بلا ما يجمع كله بجهه واحده. طبعا النار ما تخلوها كثير عاليه، وسط يعني. هلا انا حطيت كل الكميه اللي عندي من الملفوف، بغطيها وبتركها، بس لقيته ندبله شوي بحركها كل شوي. هذا البرغل معلش اذا تحرك، مو مثل الرز يعني فينا نحركه نحن، بحركه بعد شوي بس دبل. انا بنوص تحته كثير يعني، بخليه على الواطي وبتركه على مهله لحتى يستوي. هلا اذا انتم لقيتوا الملفوف عندكم احيانا بيكون ناشف شوي يعني، ما بحتاج شويه مي، هلا ببين معنا قد بده يطلع منه سوائل، فينا نضيف مي اذا كان ناشف شوي. هلا بعد 10 دقائق انا بحركها شوي، شايفين بعدها رطبه يعني، لسه المي ما كله طلع من قلب الملفوف. طبعا هاي الاكلات هي اكلات بسيطه صحيه، بس نحن هي بضل لها ذكرى يعني. هلا في ناس ما بتعرفها، وبس في ناس مثلا ما دائع. هلا هي الاكله ما بتلاقوها مثلا بالمطاعم او شيء يعني، مو من الاكلات المشهوره، بس بضل لها ذكرى طيبه يعني، انه مثلا عند بيت جده الواحد بيكون اكلها، او وعي على الدنيا مثلا بيعرف انه امه بتعملها، بس ما بيعرف احيانا حتى شو اسمها يعني. بس هي الاكلات فعلا طيبه، وخاصه اكلات البرغل يعني، موجوده مثلا بالقرى، موجوده ب المحلات يعني، بالمحافظات اللي فيها برغل كتير بيستخدموا البرغل بهاي الشغلات. بس جربتوها رح تشوفوا قديش طعمها طيب. هلا عندي انا طبختي صارت جاهزه، شايفين كيف نشف كل المي اللي فيها،
والبرغل استوى كله على الاخر. طبعا هاي الاكله لانه من اكلات الزيت فيكم تاكلوها هي سخنه هيك، وفيكم تاكلوها كمان بارده، حتى لو برديت بتاكلوها بدون تسخين يعني. هلا انا رح اسكبها وارجيكم شكلها النهائي. هذا هو شكله النهائي لطبقنا لليوم، اكله بسيطه وسهله كثير، ما اخذت معي وقت، من الاكلات اللي رح تحبوها اذا جربتوها. بتمنى يكون عجبكم شغلنا لليوم. اهلا وسهلا فيكم، لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.